أنا جاي. لا متبعتش الغابة واعرة ولدي الغابة متبعتش اروح. لا ولدي ما عندي والو، غير كي جيت هنايا تفكرت برك تفكرت الشهداء. الله يرحم الشهداء. الله ولدي وقيلا الكبر تاع نتاع خويا وقيلا راني ناسيها ولدي، راني مش عارف وين راه. ماشي هذا هو جدا؟ جدي هذا هو. لا ولدي هذا الشهيد كرزازي عبد الرحمن المدعو سي طريق. سي طريق كيما القرية تاعنا. هذا اللي مسمين عليه القرية تاعنا. كان بطل كبير في الناحية هذه واستشهد من أجل هذا الوطن. هذا سي طريق نحكي لك عليه، هذا أبطل من أبطال ثورة، ما يخافش يطحن في العسكر ويمنع، يدير لك بلان كيفاش يدخلوا باش يهجموا على أن كون ميليتير ينجحوا فيه. داروا اشتباك كبير، راهم يعرفوا الشاشة، أنا نسيت كي يسموا ذاك الاشتباك، جابوا بازوكا، جابوا لي بيس، جابوا كانش يدير لك ان بلان ان شيما هكا اللي ها وين ندخلوا، ها كيفاش قبل يدخلوا هذا الكل. لازم عندنا خبرات، خبرونا الشعب لان اشتا فيه. ما يروحوش غير هكاك، ما يروحش لهذيك الطريق حتى يوجدوا روحهم، ودائما فيه نجاح دائما. واشاك فوا اشتباكات يخرج سالم، ما كاش اشتباك اللي اشتبكنا مع العسكر وما خرجش سالم دائما. حاجة سبحان الله، مانيش عارفة كيفاش. اسمه الحقيقي كرزازي عبد الرحمن المدعو السي طارق، ولد يوم 19 ماي 1931 بمولاي إدريس بني ورسوس دائرة الرمشي ولاية تلمسان. انخرط في صفوف جيش التحرير في شهر ديسمبر 1955 بناحيته ضمن أول فوج تشكل بها، ومع مطلع عام 1956
كان من بين طلائع الجيش التي نقلت الثورة إلى الجهة الشرقية من القطاع الوهراني. في هذه المرحلة برزت قوة الستارق وحنكته في التسيير والقيادة العسكرية الميدانية، مهلات أكسبته ثقة قيادته، فأسندت له قيادة الكتيبة الثانية التي فرض بها منطقه العسكري منذ عام 1957 على الجيش الفرنسي الذي ظل يحتاط في تحركاته خوفاً من الوقوع في كناع. كان الستارق هو مهندسها ويخطط لها شخصياً، منها كمين 19 أفريل 1957 بدوار ولاد عثمان بلدية عم موسى بالونشريس وعمليات أخرى بالظهرة. وبعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة تمت ترقيته إلى رتبة مسؤول عسكري في مجلس قيادة المنطقة الرابعة. وبعد استشهاد سمجاهد تقلد السي طارق منصبه كمسؤول سياسي عسكري للمنطقة الرابعة. أنا عشت مع بزاف، أنا مرق نيانايا مرق نيانا ومرق واحد يقول له بن عودة الحاج، إنك بن عودة والحاج من هذه الجهة هنا، مرقنا من كوماندو ودانا مع السكور تاعو العسى عليه. هذا عشان كان الشعب يحبوه بزاف، الشعب كان واحد يقول له بالسعدية في هذا قارون ما نكون مقطوع دراعه. كنت جاينا والتاريخ من الظهرة ودهمناه، كي دهمناه التاريخ نخزن وأنا طبطبت عليه، كي سلمت عليه كي راك لاباس غاية قال لي هو شيباني ورا، قلت له الله يرحمه والسيد طاح ولا يغرد، ني قلت له التاريخ مات طاح ولا يغرد حتى مرق له وربده، قال له لا غير الزعق معك هنا. نظر لي هذاك بن سعدي يقول لي ما تحشمش انت عداسي ما تحشمش وعاير بيه. هذا كان محبوب بزاف لا في الجيش ولا في الشعب، الله يرحمه ويرحم جواته. كان هذا الطريق احنا كنا نقولوا له الكرزازي عبد الرحمن الاسم تاعو، والاسم كي نقولوا الاسم الحربي سطارق. هذا سطارق انسان مؤمن، إنسان يبغي يشوف يبغي الجيش ويبغي الشعب، إنسان كنقولو إنسان متواضع وإنسان فيه الخير مهما كان، ومن هناك شوف لا حتى يأكل الجندي به يأكل هو، وحتى يلبس الجندي به يلبس هو. أنا السلول يتقطع عليا ما عقنيش الجندي، كون ندير حاجة ولا حاجة خرج برا عزي لا رحمة ولا شي كانش. هو يفوت في الأول الشيء الجنود يفوتوه، هو يفوت هكا عاد كي تلقى تاريخ شاول يا الله يرحمه حيا ما عندهاش طرف الله يرحمه، صحة شجاعة ونول الله يرحمه نول نتاع الزعامة. هما زوج اللي كانت فرنسا حقد عليهم، سي علي والطريق الله يرحم طريق، نهار اللي كتلاتو دارت حية واحدة أخرى كاع الله يرحمها، تعشينا في جديوية عند واحد يقولو بوكلار في جديوية، أنا والحبيب برجي كان شافنا حية الله يرحمه، جينا هنا القارون وهو راح للشواخرية، كانوا هما كان هو كان العربي كان هما في 5 ولا في 6 كانت عياله. حنا كنا قاعدين عندنا والو، كنا معولين هذيك الليله نروحوا نطلع من السطح ونرجعوا للبيسي، خاطر كانت عندهم مهمه وباش يجوا عندهم مهمه، كان عندنا المركز تاع هذا وكان عندنا المركز تاع خديجه هذا، مانيش عارف باعونا ما عرفش على 5 تاع العشيه جاو الهليكوبتر على 5 تاع العشيه، علاش الهليكوبتر ما عندكم انت، وهذا الدار اللي كنا فيها ما فيها لا غابة ولا شيء ولا شيء ولا والو، محطوطة هكذاك. أنا وما كانت معايا ذاك النهار، وهذاك النهار مو ثاني جات معاهم ما يشوفونا، هذاك النهار الأول جاو يشوفونا، هذه نسيت نقولها لك. راح نجيبو من الواد الماء دحنو على الطريق، بدا يضربو وياهم يارك حل هذاك.
ومن بعد البيع قال لهم هاي جندي هنا جبدني. قالوا لي هذا تارك، قلت لهم ما نعرفوش. بداوا يصوتوا في قتلوني بالصوت، كيف هذا تارك؟ تيا في روزلة؟ قلت لهم لا انا ماشي في روزلة. قتلوني بالصوت، جرجروني داوني عند واحدة اسمها مونة، من تم هما يجروا فيها حتى الدوار هذاك المونة، قلت لهم ما نعرفوش. سمعنا وانا دايرين عليه بالحبس ويضربوا فيا واش يضربوا فيا واش يضربوا فيا. نحكي لك شنو صرا، عيب لك نحكي لك شنو صرا، ما نقدرش نحكي لك. يعني نهار اللي مات نقول لك ملي حيه ما عندهاش طرف كاع، كل العائله نتاعي كاع مات. العائله نتاعي والله ما حد فيها كيما حد طارق غير. الخبر هذا شعب وجيش يهجع، يعني خلع جيش وشعب انخلع كاع كي طارق مات. وبلاك قريب 5 اشهر ولا 4 ويا الناس هازعه من الموت تاع طارق غير. وطارق كان شاف منام قبل يموت، قال لي شفت لابسين الاخضر وهذا زغلول كان مازال في الحبس ما خرج، قال لي وبغى نصلي. فسرها انت كيفاش زغلول كان مازال في السجن. السجن شوف كيفاش. انا طارق بالنسبه لي كان الكوموندون تاعي ومسؤولنا وبطل من ابطال الثوره بالنسبه لي انا، وندو مثال عليه كما يقولوا اتونسيون كما يقولوا لازم يصير. كانش ما عندها حتى شيء، والجنود هما الاولين يخلي روحو هكا في العقيم، يخلي روحو هكا في العقيم. تعد دوائر عم موسى عين طارق والرنكة جزءا من الونشريس الذي تمتد تضاريسه من الأطلسين البوليدي والتيطر شرقا إلى جبال بني شقران غربا، ويحده شمالا سهل شلف وجنوب انهضاب العليا. هذا الموقع الجغرافي أعطى أهمية تاريخية للمنطقة التي احتضنت عدة ثورات ومقاومات منذ القرن الرابع الميلادي حين حاول الرومان توغل في الونشريس، ولكن المقاومات تواصلت أيضا على امتداد العصور. مع حلول الثورة المسلحة رأى قادة الثورة في القطاع الوهراني إقامة مواقع عسكرية وقيادة المنطقة الرابعة الولاية 5 في منطقة شراطة، نظرا لموقعها الاستراتيجي فهي إذ تجمع بين الولايتين الرابعة والولاية 5. موقع شراط الاستراتيجي دفع طلائع جيش التحرير 1956 إلى اكتساح هذه المنطقة كاملة، وأقاموا فيها مراكز وهياكل القيادة الرابعة. أعطى مؤتمر الصمام بعدا استراتيجيا وتنظيميا لثورة التحرير، فأصبحت لها أجهزتها وهياكلها،
وقسم التراب الوطني إلى 6 ولايات، وقسمت كل ولاية إلى مناطق، وكل منطقة إلى نواح، وكل ناحية إلى أقسام. وفي ظل هذا التنظيم الإقليمي للثورة الذي جاء به مؤتمر الصمام، أصبحت المنطقة الرابعة جزءاً من الولاية الخامسة التاريخية، وكانت بدورها تتشكل من النواحي والأقسام التالية: الناحية الأولى وتتشكل من قسمين. القسم الأول ويضم شمال عم موسى، عين طارق، الرمكة، سوق الحد، الحاسي، ولاد يعيش، العلاف، ودرهيو، وجديوية. والقسم الثاني الولجة، مرجة سيدي عابد، والجزء الباقي تابع لولاية شلف حاليا. الناحية الثانية وتتشكل من قسمين، الثالث ويضم وريزان، القطار، مازونة، سيدي محمد بن علي، والجزء الباقي تابع لولاية شلف. والقسم الرابع ويضم مديونة، بني نطيس، الحمري، والجزء الباقي تابع لولاية مستغانم. الناحية الثالثة وتتشكل من قسمين، القسم الخامس ويضم الحمادنة، ولاد سيدي الميهوب، سيدي خطاب، بالعسل، والجزء الباقي لولاية مستغانم. والقسم السادس تابع لولاية مستغانم أيضا. الناحية الرابعة وكانت تشمل المحمدية وتتشكل من قسمين، السابع والثامن كلاهما تابع لولاية معسكر. الناحية الخامسة وتتشكل من قسمين، القسم التاسع ويضم القلعة، سيدي سعادة، يلل، غليزان، المطمر، عين الرحمة، بن داود. القسم العاشر ويضم واد الجمعة، دار بن عبد الله، زمورة، بني درقن. هنا بمرتفعات جبال ونشرس الغربي، وبالتحديد في منطقة شراطة الواقعة جنوب شرق بلدة الرمكة، أقيم مركز المنطقة الرابعة الولاية الخامسة التاريخية. وسبب إقامة المركز هنا بعد أن اكتشف أمر المركز الذي كان موجودا في مكنسة، وبالتحديد في منطقة القلاعة، حيث أقيم مركز عسكري فرنسي ببوركبة ومركز عسكري آخر بالحجيل. وسبب إقامة مركز القيادة الرابعة في شراطة يعود إلى كون هذه المنطقة تحتل مكانا جغرافيا مهما وكذلك استراتيجيا، إذ أنها تجمع بين الولاية الرابعة خلف ظهري وكذلك المنطقة السابعة التابعة للولاية الخامسة بمنطقة تيرت. هذا المكان كان مقرا لقيادات المنطقة الرابعة، من هؤلاء القادة سي عثمان، سي مجاهد، سي طارق، أبو الحسن، سي زغلول، وسي محمد بن صاف. هذه الأطلال شاهدة على رجال عظماء، سياسيون، ثوريون، عسكريون، وأعلام مروا من هنا. الشهيد قيطون علي شكون هو؟ ولدي هذا قيطون علي هو الشيف تاع الكوموندوس، وتعرف شنو داروا هذو؟ تعرف شنو داروا في فرنسا هذو؟ هذو داروا تاريخ في فرنسا هذو. ثلاثة نتاع كبابل وكونوا كوماندو، سموه كوماندو عبد المؤمن، عطاو القيطون علي الله يرحمه هو الرئيس تاعه، القيطون عمي علي هو الرئيس كوماندو،
وعبد الواحد النايب تاعو وحمد المازوني النايب الزوج الكوماندو هذا. هو يسموه لو ليون دو واغسونيس، ولا الفريق تاعه لو كوموندو، لو كوموندوز دو لامور. قلت لك دار عملياتك بزاف كاع، وين ما نديرو عمليه نجحو بها، حيت على البغادير على بالك السيكسيو شحال فيه، راح فيه بقى من واحد من السيكسيو هذاك، زدنا وحده في باب قابس فنجحنا فيها، أي موضع كان عليه يدير عمليه ينجح فيها، وهو على بالك ديزارتور من عند فرنسا. وديزرته من غير لجان، وإنسان يعني لاباس به قاري يعني مخ، وين ما يدير العملية ينجح فيها فرنسا لو كان صابت عليه ماشي نقول لك. ولاو يديرو كي قالك دارو غافاش، نقولك ما داروش غافاش، دارو غافاش في فرنسا، كانوا يدخلوا على لي كازيغ كي قالك بلان يخرجوا يقلوهم اللي مدبحه مدبحه واللي مقتولين بالرصاص مقتولين، ويخووا هذيك لا كازيغ لا رصاصها لا لي توني ميليتير لا كل شيء. هو قيطون علي رحمه الله كان إنسان محبوب في الجيش، الجيش اللي كان متغيصو محبو يحبو بزاف، كنا كي الكوبانية تقلع المغرب من عند يعني الكوبانية مصطالية في دوار المغرب كيقولو لراسهم ما نقلعو يقلع هو الأول، المجاهدين يقولو يروحو ليه يقولو له لا حنا نمشيو قدامك. يقول لهم لا انا نمشي قدامكم الحبه الاولى طيح فيا انا الاول رحمه الله، ويجي يقلب الكوبانيه كي يدير راسها بنا ما يقلب المجاهدين في الكور تاع طنجة، ني يسيب طنجة محكوكة شوية يقلع طنجته ويلبسها المجاهد ويقلع هذيك، يعني كان محبوب بزاف. قيطون علي حقدت عليه فرنسا بزاف، حقدت عليه وين ما يدير عملية ينجح فيها، وفرنسا كانت تمد عليه شحال من خطرة طلق لي تركت وتقول لهم اللي يقول لي على قيطون علي وين ها شحال نعطيه، حتى نهار اللي الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله ويرحم كاع كامل الشهداء. سيتي مو دو فيفري 59 به زاد به مات، الشهر اللي زاد فيه زاد لو 10 فيفري 1936 واستشهد لو 12 فيفري 59. هما ديك الليلة كانوا داينو يطلعوه ليطنا في المنطقة، أما لو حنا كنا في الدوار العراوة ما بين العراوة ولا سيدي عدة بالحمام من تيلا، هو كان ديك الليلة دايرين الاجتماع في الحمام عند مولاي علي مولاي أحمد فلاح، هما كانوا في الشهبة كانت كاينين غينيون زونال تاع لا كاتخيام زون تاع لا سيزيام زون، وكانوا كاينين من لي مومبغ دو لا كاتخيام ولاية، وحنا الشهبة لهيه وحنا هنا كنا في الجبل تاع الحامول، هذا الحامول متقابل هو والشهبة سماهي الواد تاع اللي بيناتنا، حنا دوك كي جات مع الصباح الطيارات هي دوك كي جات الموشاغ الصباح بقينا نشوفو في الموشاغ، مع التالي جاو هذوك لي تي سيس لي رياكسيون، حنا قلنا كاين حياة بصح ماشي مضاريين يدخلوا تماك باسكو الجبال غامقين. هي حتى لي نشوفو 40 هليكوبتر جايه منهم لي بانانيه منهم الاخرين، هذه شوفت العين ما قالكش
هيا داروا هذاك لو بخومييي توغ، لو دوزيام توغ ما عرفنا لا جايين لينا، باسكو سيتي لو بيسي ريجيونال عندنا، والهي سيتي لو بيسي زونال تاع المنطقة، تاع في لا كاتخيام زون، هيا حتى لي.